أخبار شميمية. أخبار عاجلة، قرر حضرة السحالي شكون بحالي أن يعيد إحياء الطليعة في الأركاد في جزئه الثالث بعد النجاح الباهر الذي حققته الأجزاء السابقة. بعد إعلانه عن المنشور في قناته، العديد من المشاهدين فرجعوا الأركاد الجزء الثالث، ولهذا سيجزجزكم السحالي شكون بحالي في هذه الفيديو، وهي رب العال. تابعونا إلى نهاية الحلقة، ترقبونا. وهي وبسم الله نبدأ الطليعة، وهي الرب العالم شاو فيها أجل. ويلا قنا بسم الله صاحبي أطيح لم الله 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 الله. شو العزاوة تمك أم يخرجوا من الجماعة يا الشياطين؟ رانا هو الجماعة يا ولاد لعب. درتوا لي مودة تاع الكلاب، ايوا اجي نوري لباباكم اللعب تاع ولاد الكلاب. الأولى بسم الله بالك. أجي انت ما محسوبش اما محسوبش هنا والاخر تاع هذا ما محسوبش. يا واحد افين هو جاي هاك مطل الفقيره تاعك منك ابالك عليا اجي لنا. انا مرحبا 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 انت الامامين على باباك بقى احح لا 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 لبقت لي بسقطات تموين وكيني شيت. يا جي اخويا الحاج جي را 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 عندك ابالك قعد هيلي يا اخويا هيلي راك زقز واه بالك الله كاين شي مؤمن اخر راك زقز. الرابع راه رش ابالك عليا اللي طاح في المقلاي تقلب ارى لي يا خويا هادشي. واه يا سلام راه لي الميدكيت كذا الالعاب راك فاهم بروبليم تاع الهيلين راك فاهم. شو هي لازم مقاتلين لي انا بالك اجي انت بالك اجي يا خويا نهيلك انت يلا نوض اللي دويري في دابا ابانوا عليكم الامان افينكم يا اي مرحبا فين جاي بالك موت يلا كاين شي مؤمن اخر انفوش اي راهو موت الفقيره تاعك امك بالك يلا جينا حنا الاولين عارك زقز طرح تاني ما بيها ما عليا تابعها دخونا في الدار. اجي يا ولدي فينا وغادي شد شد العزاوي بغى يسلات لينا. اعطي الفقيرة تمو القرطاس ما زاقلو لبا تبا تمو والله زقلتو. اجي يا ولدي فينا وغادي الطيارة تنادي ما تنساش تجي تاني. حقر لي على عمو اصبح الله ولدمو في الصباع صغير نجيبها لمو. هاي هاي على ماريو نشتفلو على ريتو بربي حتى شويتو خوتنا على الموت كي عيطو. بالك عليا اشي خوتنا طلعوا هنا الفوق بلاتي يعني جاي اي شو شو العزم هاك الفقيرة امك بالك اي شو الاخر سبا الله الله عباد الله هاديك اخويا جي عاوني الله 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 ندود الادوب الفئم شقيت هاك الفقيرة امك بالك الله 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 خونا نيك طمغ مشى في آلاته مسكين مات على مالا سمية الله صاحبي تناور تو هاديك اخاي الحاج نوكا شيت صحابني ولي نوكا. ايا لقيني دلة وحنا قزع عشيري ولا ما قادرش نخرج لا 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 مشينا فيها شيت ابالك موتة تاع الكلاب اخ 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 الله صافي مشيت فيها شي وادي جاتك هذيك اخويا عصام سير هذا افرع بالك هذيك ويل 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 وي زقلت لي الراس يالي يا خويا واه رجعوا لي دمي ما كاين لا ميدكيت لا الحبس راه العزاوي ها واو اني جاي عاودتي ما تنجيب والو اجي لهنا. بالك عليا افين عاشي الري شفناك اجي لهنا شي سبع شوط الله يا سلام هاك الفقيرة امك بالك عليا موت
هذيك اخويا عصام كمل على امه. اجي عشيري اجي لنا. شو كنا مدورينو بالركابين الجيران. ابالك اي وعشرين كلهم جاو. يا رب العال هاك سيد اجيت انت. الله يا صاحبي اخ هاك بالك اجي هاك ينعل اموت لامك هاك المفقيرات امك طيح اجيت انت. الله الكيل ديالي يدين على جدك بالك تقعد عليا متدع الكلاب. فين عشيري مرتاح بخير بالك تقعد. شو سميتو مخرمزة يا صاحبي واش البوتات كاينين حتى في الاركاد ولا كيفاش؟ العجب يا اخي شو غادي دير ليا اللعبة تاع السيح ليا بالك رانا هو السيح يا ولد العبد. اجي لهنا رولودي دغيا بالك اجي مشي ولاد خونا هذا وايلي ما بغاش يموت صاحبي شحال قاد كان عطيه بالك. لا 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 خونا عصام طاح نمشي ناخذ اللوت تاع خونا. اي احح الحرام قرعني صندوق تاع البطاطا بالك. واه يا خويا هذاك الدروب باقي بميكتو هاني تابعو يا سلام. اي شو اللي زاوي بغى يضرب عليه اسي محمد ادروبي 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 بالك تقادينا لبابك طلق داك الشيء. واه يا رب العال القروزه وكذا الالعاب الميليتاري فيست بلاتي يا خويا طلق لي الحرام خلاني تنكمل الفرحه يا صاحبي قالت لي زفلي اصبرني لي وكذا الالعاب والله يا بربي تنتشمو في اي بي برو قديم للانقاذ مزيان غادي لهيه باش نعطي لمو انايا هاك بالك الفقيرات امك نعاس جيج اخويا اجيني لي خويا جيج. واه يلا نوض عشير عرق زقز حان وقت الوحش القروزة ويا ال اموت هذا ويش اوض الحرب ما بغاش يموت فينا وغد التكسال فينا عشير مرتاح بخير طلع طلع بالك يا خايصة ديتي علينا في اخر قرطاسة بالك ماشي مشكل يلا كاع نمشي واللوتي وكاع ما محتاجين الكيلز بزاف ماشي مشكل اجي واه هذيك ظالمي اه يلا حفظك اخويا القضية مزه راه كيبان ليا هنايا شنياري نايض ايش اللي زاد بالك كمل عليها اخويا الزين هذيك الله يحفظك هي لي اخويا زيد 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 بان لي شي واحد تماك لا 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 صنادق البطاطا موجودين اصاحبي راه 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 مول السميه المخرمزه ثاني نوكاني اصاحبي لا 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 الدراري الدراري واعتق الله الله الحاج طاح الله الله عصام طاح في اي بي بالك موت هذا الكلاب طب ربي تنتشمط تقاشر على هذا الطوب هذا مالنا كاع يا ربي يكون مات حتى شي واحد راه نفوش لا 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 الامك 14 ما تنعرفش ليه قال لك ما عندوش مع الامكا مهبول هذا شي طريح تاع المقله يكون سكوتي زازلوز وهي رب لال يلا الزيت اي شو اللي زاوي بلاتي اخويا نمشي نشوف هاد البركه هادي نلقى فيها شي حاجه واه وهي رب لال كاسك جوج كذا الالعاب الجريني ذات راك فاهم شي واحد نفرقه اجي لنا اجي اجي هاك افلق ابالك اجي افينا وغاتي فينا وغاتي اجي لنا الله يا صاح هاد بالك سميتو كيدال امور لايك كيدار يا تو على حامض اسكت انت هو اش تعرف واه راه لي هاد المنظر بلاتي كنسمع شي قندوح تاع الخلا هنايا فين هو راه شو الحرام قاد كيتربس عليا وات ذا فاك اجي لهنا بغا يلوح عليا الكرب بلاتي اخويا بغا يلوح عليا هذيك اللي كتعمي داكشي علاش بلا ما عميتيني اجي نزف عليه هذه بغا تضحك تاع البنايا الله تفرق عليه الفواد واه الله دوماج الله الا كنت غادي نضحك عليه وحق الرب غنزيد شي هذا بلاش كاع صبار مرحبا بك في الدار تاع السيحه اللي تكون بحال اللي دويري ها هو العزاو دخل هذيك دخل دخل على المكلخ
بربي تنتشمو هنايا بلاتي صبار. مشى للبيت كنسميو مزيان هانيج واه يا ربي الله احح عطيتو وحده بالك تقعد ناري يا صاحبي زقني جاب الله عندي الارمور جوج. شو 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 الاخوان قتلوا شي واحد مشتتين مع بعضياتهم عالم تفرقعي وكذا. لا لا يا برك فاهم اش ندير معهم اللعب تاع البنايه اجل الله يتنصف عليهم اش الله بعيده يا صاحبي تفا جربوا هذه ما تعرف ايوا الله 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 تو كون امامات صاحبي كون جبتها فيهم اجي يلا استعداد للقتال. مال هذا اش تيدير افكا لا 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 ابراهيم مسكين مضرب غير مع الشكاره داك الشيء اجي لهنا يلا زيد اش هاك ابالك زيد اجي اضرب الله 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 زيد بقى وحده بالك انا يا صاحبي ديما تنتزقل بدقه واه يا رب العال اه الاخوان تماك تيتزفوا لح عليه المولوطوف شو دابا بيزف عليه بكريني دا ولا ما عرفت شنو الاخر تا هو واه يا رب العال هادي داك الشيء زازلوز بالك ما جات حتى واحد ازف بلاتي يا خويا بعدا نشرب شي مناضه كذا الالعاب راك فاهم باش ما ناكلوش بزاف تاع الدقه هاك ويلي 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 والله الا جابوه بالكريني دا واش حمار هذاك ما 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 درش هكا وهكا وفانتا وكذا الالعاب راك فاهم بقيت غير انا وجوج اخرين هذاك الاخر ما عرفت فينا هو بقى غير هذاك ليه المهم عندي ليه واحد الفكره بلاتي نشق الطريق باش يسموك كذا الالعاب بان ليا واقف تماك ما فهمت والو كان تيشوف غير في الشكاره بلاتي ندير بحال هكا باش ما يشوفنيش منين جاي فهمتي ندير ليه طق طق ونبان ليه هاني جا يكون شافني واقيلا كون شافني بلاتي بلاتي ارى لي يا خويا البلايند بقات لي وحده سير هكا ضرب الدوره باش ما نطبلايندش راك زقز زيدي زيدي مشى فيها اجي لهنا اجي للفقير هاك الاولى زيد بالك وربحنا فينا هو داك الاخر واقيلا مات بالزون بالك المهم ربحنا راك زقز. خبر عاجل قام السحالي شكون بحالي بالفوز بجميع الاركادات التي لعبها اليوم بحيث انه قام بحركة تقشعر لها الابدان في اخر لحظة حركة يقوم بها لاول مرة بحيث انه يشق طريقه عن طريق السموك ثم يعمي خليقة امه لكي يفلقه على خاطره والنتيجة هي عشاء فاخر بطاكوس دجاج. كان معكم السحالي شكون بحالي يوتيوب مراكش الى اللقاء.